وضرب الجزاء ضاعت يعني، ها، لكن شفنا وجوه جديدة، وهو ده ميدو، وجوه جديدة في وقت صعب جدا يعني. يعني في وقت صعب جدا انت بتشيل اسماء لها مكانة كبيرة جدا في الدوري وبتحط وجوه جديدة. ان شاء الله القادم يكون افضل للاسماعيلي. كابتن احمد حسام ميدو، اهلا بيك. مساء الخير يا مهيب، ازيك؟ يا اهلا بيك، وحشني جدا جدا جدا. وانت كمان، ربنا يخليك. والله انا خايف عليك يا ميدو، والله العظيم خايف. والله واقف على الخط صعبان عليا والله العظيم. بقول لهم ده كابتن احمد، الراجل كبر في 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 اسبوع 10 سنين، ينفع كده؟ ينفع كده؟ لا خالص، ده 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 هي دي شغلانه ودي حلاوتها. ايوه حلاوتها. متاكد؟ طبعا. لا والله. اه والله. اه حرقه الاعصاب دي حلاوه. اه طبعا. وحرقه الدم دي حلاوه. يعني انا 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 عايز اطمن على الاسماعيلي، يعني عايز، يعني ايه اللي ممكن يحصل في الفتره اللي جايه؟ التكاتف يكون ازاي؟ الاسماعيلي في المركز الاخير بثمان نقاط، مع وجود اسم كبير وكيان كبير ومدرب كبير باسم كبير برضو ولعيبة كبار موجودين في الإسماعيلي، أين المشكلة؟ يعني المشكلة بقى لها ثلاث سنين. الإسماعيلي في آخر ثلاث سنين دايما بيصارع على الهبوط، وإحنا يعني جينا اشتغلنا الشغلانة وعارفين إن الشغلانة مش سهلة، الشغلانة صعبة وشغالين عليها. يعني احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نقيم الامور بشكل جيد في الفتره الاخيره. وانت عارف يا مهيب، انا راجل مقاتل ونقلت الرساله دي للاعيبتي، واللعيبه بتقاتل. ماتش النهارده كان ماتش صعب قدام فريق طبعا محترم. طبعا معايا الكابتن محمد يوسف على تكوين الفريق، وفريق محترم جدا، ولكن احنا كنا الاقرب للفوز، ورغم يعني الظروف اللي احنا بنمر بيها، لكن الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا ننظم الفريق بشكل كويس، وحاولنا ان احنا يعني نعمل مخاطره باللعيبه اللي موجوده معانا في خلال 90 دقيقه، ولكن يعني ما حالفناش التوفيق ان احنا نحرز هدف الفوز، ولكن يعني اتحسب علينا ضربه جزاء ومحمد فوزي كان موفق فيها بشكل كبير، لكن عندنا ايجابيات كتير. احنا ابتدينا ان احنا ننفذ الاستراتيجيه بتاعتنا من خلال الدفع ببعض اللعيبه الناشئين. ايوه النهارده بدانا باثنين لعيبه صغيره، ودفعنا بلعيبه او اثنين لعيبه صغيره موجوده في النادي، ويعني طيب. كابتن ميدو.